وحدات الدرك الوطني تلقت بلاغات، كما تلقت شكاوى. حنا في قيادة الدرك الوطني لا نهون ولا نهول، يعني نتعاملوا حالة بحالة. كاين حالات اللي ظهرت وهمية، بعد التأكد ظهرت حالات وهمية، يعني تلقى طفل يلعب مع طفل يوخزو في المخيلة تاع الأب بالسيف باللي تعرض للوخز بالإبر، ولا ألور كي هي حالة وهمية. يعني نعرفوا الطفل، حنا الطفل من 4 سنين حتى ل7 سنين داخلة في النفسية تاعو الحباكة هذه تاع السيناريوهات. بالنسبة للحالات اللي كاينين تعاملنا معهم وتفتحوا تحقيقات وبالتنسيق مع الجهات القضائية، والجهات القضائية راهم داروا إعلانات في وسائل الإعلام عن القضايا المعالجة. أما بالنسبة لنا احنا كقيادة الدرك الوطني تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، دعمنا التواجد الميداني تاعنا في محيط المدارس، لا سيما المدارس الابتدائية، وخاصة أثناء فترة دخول وخروج التلاميذ. تم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع كل المتدخلين، كسوة مصالح الأمن الوطني ولا مصالح التربية. بهمان مصالح التربية للتلاميذ حتى اللي يلحق روتار يخليه يدخل، والتلميذ اللي يخرج يخليه في المدرسة حتى يترغروباو كامل ويخرجهم. يعني كاين إجراءات اللي اندارت، كل قطاع تكفل بالإجراءات تاعو. أنا من المنبر هذا، هذه الحالات ماهيش غير من مسؤولية المصالح الأمنية. احنا ندعيو المواطن باه يشاركنا، وموضعين رقم أخضر 10 و55، يعني المواطنين ولا آباء التلاميذ كيعاينوا ولو حالة اشتباه يتصل بالرقم الأخضر، عندنا وحدات راهي في الميدان تتدخل سير بلاس. أيضا يقدر إذا ما كانش يقدر يوثق لنا الحالات هذو باستعمال الهاتف النقال، يقدر يصور. ممكن سيارة اللي هزت شخص ولا امرأة يحكم الماتريكول. هذه الأمور تعاوننا احنا خلال التحقيقات تاعنا.